بلشت هالهواية من حوالي سنتين وعن طريق الصدفة يعني. هلا أنا بالنسبة للرسم والفن والألوان بحبها من صغري وبرسم من زمان، أما المعجون فكان عن طريق الصدفة، ما كان في تخطيط مسبق أبدا. كنت عم ألعب مع طفل صغير فكان عم يطلب مني أشكال وإنه بالمعجون يعني، فإنه عملي دجاجة، عملي كلب، عملي لي إنه أي شكل بدوية، فحسيت إنه شو ما عملت عم ينجح معي، فصرت أجيب معجون أنا وجرب لوحدي، وصار إنه أنا شفت تشجيع كتير من اللي حوالي إنه ليش ما بتفكري بالموضوع بشكل جدي، فصرت أجرب وسنة عن سنة إنه هاي سنتين صار لي عم بشتغل، فحسيت إنه لازم بلش بشغل مثلا. هلا بداية بلشت أعمل مجسمات إلي، يعني أشياء بس إنه أنا بدي هي، فإنه أي أفكار تخطر لي جرب فيها. بعدين صار إنه ناس تحاكيني تسألني إنه ما بتشتغلي تواصي، ما بتعملي إلي، ممكن وصيكي على شيء أنا، فإنه فكرت هيك ليش ما بعمل الموضوع جد، فصرت إنه بلشت أستلم طلبات، إنه وكل ما عملت طلب أكتر كل ما إجي طلبات تجيني توصلني طلبات أكتر يعني، وهيك حتى عملت صفحة إلي على الفيس وصرت إنه بلشت الموضوع بشكل جدي. علبة المعجون تيجي 12 لون، بعد ما أمزج اللون طالع الألوان اللي بدي إياها، طبعا الفكرة موجودة ما أعرف إنه شو بدي أعمل، فبعد ما بلش إذا حسب المجسم اللي بدي إياه بلش بالطريقة، مثلا ممكن إذا مجسم بشري بداية بدي أبدأ بالرأس وبعدين بضيف قطعة قطعة، ممكن آخر شيء بضيف اللباس اللي بدي إنه لبسه إياه، وهيك إنه أي إكسسوارات تانية أو أي شيء يعني بضيفه لاحقا، بس بدي أشتغل بكتير بطء بكتير صبر حتى ما يمتزج كل شيء مع بعض وما ينخلط ما يصير أي يعني يكون طال يطلعت مثالي يعني. كان اعتمادي الكبير على إيدي، وبيجي مع المعجون أدوات يعني سكاكين أو أدوات خاصة يعني. بعدين أنا صرت بالفترة الأخيرة صرت ضيف الخشب، ممكن لبس إنه حط قطعة خشب ولبسها معجون، ونكاشات أسنان مثلاً، أسلاك حديدية، أي شيء على بلاستيك، ممكن أي شيء ممكن يخدمني. لما بتعملي مجسم لازم يكون مجسم اللي بعده بتحسي لازم يكون أحسن إنه أفضل من اللي عملتي أنت، فلازم تفكري بشيء أكبر. فلما خلص إنه عملت برامج أطفال، عملت أساس، عملت كل شيء، حسيت لازم أنتقل خطوة أكبر يعني، فصرت أجرب المجسمات البشرية وفعلاً مشي حال لاقت إعجاب. فأكتر ممكن هلا الفترة هيدا أكتر طلب يجيني هو عن المجسمات البشرية، يعني كتير بيجيني هالطلبات، مع إنه هو أصعب شيء لأنه أنت عم تعملي من معجون، عم تعملي إنه ملامح بشرية، فكتير صعب. هلا أنا ممكن بعد فترة أجرب بشغل الحلويات، عجينة اللوزينة مثلاً، ممكن يعني أجرب شيء جديد، لأنه أنت بتوصلي لمرحلة إنه خلص بتكتفي، إنه ما عاد ممكن إنه أختمتيها يعني، ما عاد فيكي تعملي أشياء جديدة.